إذن حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وفي هذه اللحظات نرحب بالأستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة عبر هذا الاتصال الهاتفي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء نورك محمد، الله يحفظك. يا مرحبا، حياك الله. نبارك لكم ولبيت الشعر ولمنتسبي بيت الشعر حصولها على جائزة أفضل مشروع لخدمة الشعر العربي ضمن قائمة الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع. أستاذ محمد، ماذا تقول بهذه المناسبة؟ الله يبارك بحياتك أخي محمد. نحن نبارك للشارقة حقيقة ولمشروعها الكبير الذي رعاه صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله. آمين. يعني هذا الفوز لم يأتي من فراغ حقيقة، خصوصا أن الشارقة بقيادة سموه تؤدي دورا ملموسا في دعم مسيرة الشعر العربي، أيضا فضلا عما يقوم به بيت الشعر من إقامة الأمسيات الشعرية والفعاليات الكبرى، ومنها مهرجان الشارقة للشعر العربي والإصدارات و النشر في مجلة القوافي للمبدعين، وفتح منافذ عديدة حقيقة للشعراء والمبدعين من كل مكان. هذه المنابر أتاحت لهم يعني مساحة واسعة للتعبير عن يعني منجزهم الشعري، وكرمتهم الشارقة أيضا على إنجازاتهم الإبداعية. نعم أستاذ محمد، لبيت الشعر أدوار ثقافية مشهودة بالإضافة طبعا إلى أدوار الفكرية لخدمة الحركة الشعرية في الوطن العربي عموما، نتحدث عن هذا الجانب. هي لا تتشكل هذه الأدوار وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الذي بدعمه النوعي والمادي والكبير يعني على كل المستويات استطعنا تحقيق هذه الإنجازات خدمة للشعر العربي. إلا أن الفوز يعني بهذه الجائزة حقيقة يؤكد مسيرة الشارقة الحضارية، وهذا الفوز الذي جاء من خلال مؤسسة كبيرة وهي أكاديمية الشعر العربي بالمملكة العربية السعودية، وزف لي هذا الخبر مدير عام أكاديمية الشعر العربي باتصال هاتفي، ثم يعني هذا الإعلان الذي أعلنه الأمير خالد الفيصل عن فوز بيت الشعر بالشارقة. حقيقة هذا البيت يعني منذ تأسيسه ومنذ أن أمر بتأسيس حاكم الشارقة في عام 1997 وهو يؤدي أدوار كبيرة، ونحن نحاول أن يعني نقوم بدورنا في تحقيق هذه الرؤية، فهو يعني يقوم على تأصيل دور الشعر والشعراء في الحركة الثقافية والمجتمع، كذلك يقوم على إيصال صوت الشعر إلى قطاعات المجتمع كافة، توثيق الحركة الشعرية المحلية والخليجية والعربية، والتفاعل مع الحياة الشعرية وطنيا وعربيا وإنسانيا، كذلك دعم الشعراء وتشجيعهم ماديا ومعنويا. هذا كله بدعم حاكم الشارقة حفظه الله الذي منحنا هذه الفرصة. البحث أيضا في جماليات الشعر العربي يعني من خلال البحوث والكتب والتواصل مع النقاد والباحثين ومن خلال الدراسات النقدية وغيرها، الاهتمام بالنقد، ولذلك أطلق حاكم الشارقة في المهرجان الأخير في 2020 جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، وهذه فتحت مساحة واسعة للنقاد كذلك العمل على الحفاظ على هذا الموروث والإرث الحضاري وهو الشعر العربي منذ أن بدأ، ويعني هذا الحفاظ عليه من خلال الفعاليات والاحتفاء بالشعراء يعني يعطي قيمة وبقاء وتعبير عن الهوية العربية التي تعنى يعني وتهتم باللغة العربية وبالشعر العربي. نعم. وكذلك إعلاء قيم التواصل الإنساني، يعني هذا هو الأهم، إعلاء قيم التواصل الإنساني بين الشعراء والأدباء في العالم العربي من خلال الالتقاء في هذه الفعاليات وفي المهرجانات وفي الورش التي ننظمها، يعني وإلقاء الضوء على التجارب المهمة أيضا وتكريم الرواد من الشعراء. صحيح. يكرمهم حاكم الشارقة في مهرجان الشارقة للشعر العربي، إلى غيرها أيضا من مما يقوم به بيت الشعر من خلال أيضا مجلة القوافي التي أمر حاكم الشارقة بإصدارها وتصدر يعني من بيت الشعر. نعم. وهي تحتفي أيضا بالتجارب الشعرية والتجارب النقدية المختلفة، نحاول أن نجمع في هذه المجلة أسماء مهمة وتجارب مهمة
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذا الجانب. آمين. يعني أستاذ محمد، لو توقفنا عند أبرز أو عند يعني أبرز المحطات في مسيرة بيت الشعر والإنجازات التي تحققت منذ تأسيس بيت الشعر وحتى الآونة الأخيرة. هو حقيقة بيت الشعر الشارقة فتح منبره للعديد من الأسماء الجديدة، وهذا شيء مهم حقيقة، ومن يتابع أو من تابع الأمسيات خصوصا في فترة ما بعد جائحة كورونا يجد أننا استضفنا العديد من الأسماء الجديدة انطلقوا من خلال بيت الشعر، بل ووجدوا في بيت الشعر حضنهم وركنهم الذي يلجؤون إليه. فالجمهور هنا في بيت الشعر والذائقة تعودت على سماع يعني الشعر العربي الأصيل والمدهش، ولذلك يعني حينما يحضر الشعراء ويجد هذا الجمهور الذي تمتلئ به ساحة البيت يشعر أيضا بهذه الحميمية والألفة. بعد الأمسيات تجد الجمهور يلتقي بالشعراء، يتحلق حولهم، تكون هناك نقاشات كثيرة ومستمرة. بيت الشعر يجمع بين الأصالة والتجديد والابتكار، كذلك قدمنا أسماء جديدة من الشعراء والنقاد من خلال مجلة القوافي التي تحدثت عنها. نعم. معنا فيها باحثين على مستويات مختلفة، شعراء أيضا تتفاوت مستوياتهم، لكننا لا نتنازل حقيقة عن سقف الجمال والدهشة. نحن نعم. الآن مقبلون يعني على مهرجان الشارقة للشعر العربي إن شاء الله، الذي سيجمع ما يقارب من 40 شاعرا ومجموعة من النقاد والإعلاميين إن شاء الله، أمسيات شعرية وندوات فكرية. نتمنى يعني يعني هذا هو يعني يكلل المهرجان، يكلل كل فعالياتنا، يعني هو العرس الثقافي الكبير. صحيح. وهو محطة ومهوى أفئدة العديد من الشعراء الذين يتمنون، يعني الكثير من يتمنى المشاركة، لأن يعتبر هذا المهرجان من أنجح المهرجانات، ويعتبره يعني شهادة كبيرة في مسيرته الإبداعية. لذلك هذا المهرجان يعني ما يعطيه هذه الأهمية نعم. الكبيرة حقيقة هو حضور صاحب السمو لا شك افتتاح هذا المهرجان. صحيح. كل التوفيق إن شاء الله أستاذ محمد في الاستحقاقات القادمة لبيت الشعر. شكرا جزيلا على الانضمام إلينا من خلال أو الانضمام معنا في هذه المداخلة الهاتفية. شكرا للأستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة. العفو. أهلا وسهلا، يا مرحبا.